أقارب وأهالي الأطفال الـ11 مشغولون بأبنائهم، وكلهم بالمستشفى إما أمام غرف العمليات أو جوار أطفالهم المصابين. فخرج النشطاء والإعلاميون للوقوف أمام فندق تاج شمسان ليلا، مكان نزول المستشار العسكري المبعوث الأممي. مجزرة بشعة في حق الإنسانية وحق الأطفال. اليوم يعني بدون أي سبب يتم قصف هؤلاء الأطفال وهم يلعبون في الشارع، ويعني 12 طفل أو قال 11 طفل. يعني نحن اليوم خرجنا في هذا الوقت المتأخر من الليل مستنكرين مندهشين. إيش ماذا ما هو الوفد الأممي؟ ماذا يعني وجود وفد أممي ووجود قصف مباشر على الأطفال والمدنيين والمساكين في بهذا التوقيت بالذات؟ ما حدث اليوم هذه مجزرة مروعة بحق سكان حي الروضة، بحق أطفال مدينة تعز، وهذا بأيام الهدنة الذي تزعمها الأمم المتحدة وفي حضور مبعوث الأممي في محافظة تعز. نقول للمبعوث الأممي رسالة يعني دوركم في القضايا الإنسانية التي تعاني منها تعز وتعاني منها اليمن أصبح مشبوها، ونزع الثقة من الشعب اليمني بكم وبحلولكم وبأدواركم أنكم مع الجلاد ضد الضحية. يا أستاذ محمد، نحن رأينا الهول عندما تجد الأطفال ملقون على الأرض ودماءهم منتشرة، يعني أمهاتهم تخرج تصرخ لا تعرف ماذا تسعف، تجد الدماء منتشرة في الشارع في جميع أجسادهم، شيء محزن ويعني صدمة كبيرة. حاولنا أن نسعف بعض الأطفال ولكن ثيابنا امتلأت كثير من الدماء. نتمنى من المبعث الأممي والمستشار العسكري المتواجد حاليا أن يسمع أصواتنا بعد هذه الوقفة، وأن هذه الدماء لن تسقط التقاطع. نؤكد على ضرورة محاسبة ومحاكمة قادة ميليشيا الحوثي على جريمة الحرب التي ارتكبوها اليوم وجميع جرائم الحرب السابقة، ونؤكد أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم. نطالب المجلس الرئاسي بعدم القبول بتمديد الهدنة إلا بعد إلزام الحوثيين بتنفيذ كافة بنودها ورفع الحصار عن تعز فورا ودون قيد أو شروط. نجدد على مطالبتنا للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بإدانة جرائم الحرب اليومية هذه وإلزام الحوثيين بإيقافها، ونؤكد على أن هذه الجماعة مصنفة كجماعة إرهابية لن ترعوا إلا بموقف دولي حازم. يستغرب الواقفون ليلا أمام الفندق لماذا تأتي كل هذه الوفود وما فائدة مجيئها، وماذا يستفيد السكان والأطفال والنساء الذين يستهدفون طوال الوقت من اللجان الأممية الذاهبة والقادمة لمدينتهم المحاصرة. سؤال يجيب عليه المواطن العادي أن هذه الوفود هي المستفيد الوحيد، ومن تقبض ثمن الدماء والحصار والحرب والمعاناة أرصدة وأموالا على حساب اليمنيين، لذا يعملون على استمرار الحرب واستمرار الحصار إلى ما لا نهاية.